الأوجهة الخيالية على جبل كنلون. زيان شينياجي يتحدث عن الحقيقة. ظهر الضوء الذهبي والغيوم تزرع زهرة اللوتس المختلفة في بركة بايو. ارتدى يونتيجين شعرا أبيض عقد رمز لمعاقبة سيخ الشر. ارتدي داد لبوس الشعر الذهبية بحسم إكس يطفو على قدميه تنحني مثل البدر ترك التحول للأمام الجميع يشاهد فانشي وولاه جينو كويسياني كانت شهية الطالب في الأصل إلها قديما تنزل راسي الجنة الفاني ضوء القمر يركب على الغيوم في الأفق انظر إلى خير وشر الناس في العالم كان يلين في الأصل خائفا من قطيب مريح مثل يوم سعيد للعثور على المعرفة هو إغلاق كان اللصوص الخمسة والستة متورطين كل جاز مثل الوهم ثم أساء فتح الوهم لا تخبر الإمبراطورة والبلد عن الوزير لا تقوى الأبناء بل الأحفاد الحاضرين إذا كنت لا تحترم المعلم والطريقة كل شر يورد مصيبته بسبب الطمع والخداع والقتال من أجل الموت السقوط في ثلاث طرق دون رؤية السماء إذا فإن الدورة لا تنتهي إنه محدد وحلول لقد اقترف الكثير من الشرور في حياته يتم الإبلاغ عن المظالم والتظلمات لبعضها البعض في الوقت الحاضر يتنمرون على الفقراء والضعفاء استدار وسقط في نهر في غمضة عيني لا أعرف متى أتقدم في العمر لماذا الجشع جدا لا توجد ثروة على طريق وانوان يتم إعادة إنتاج الخير والشر في البداية كوب من اللوس قبر واحد كان فان ويجدا جدا من قبل تميل العباقرة والنساء الجميلات إلى التقدم في السن هوان ليان وسابقة الأحلام في الماضي لم تكن أهتم بذلك فكر مليان من كتاب صحيح هذا هو نفس جسد كل الكائنات يجب إطلاق جميع على الفراغ اهتز الشعر الأبيض بخفة ليعلن الحقيقة يفقد الثعلب الروحي يدو ذيل التسعة الحشم أقارب السماوات وملك الآلهة بدون افتح قبضة يدك واستمع إلى الآيات مع الانتهاج بثقة لا حدود لها فاصلت عليك في فوكس خير يمفرس لا تقتل النساء تتحرك السماء والأرض معا لروح واحدة الكون الطويل الطويل لا يدرك العالم أنه لا يوجد شيء العمل الجاد ليلا ونهارا ما كل هذا تم تقسيم نقطة الجسم الجوي إلى صفة منجأ في دوش وان إلى حيث صار جوبك لتكون رحما المجاعة لها طريق يدخل هناك نوعان من الروان بين السماء والأرض إذا كان هناك كائنات واعية يمكن أن تشعر به سعيد ومسالم إنها ليست جريمة صغيرة عادت فكرة واحدة إلى النجاح لا يختلف الحد الأقصى الإجمالي للحيادة سعيد بالخروج من الفخ هوان يحلم إلى الأبد تعرف على الوهم والحقيقة في حياتي يشير شوان وان إلى طريق الخلود الطاوية واضحة وافتراضية ولها جذور القوة السحرية هائلة ولا نهاية لها تحويل العناصر الخمسة من الأرض القدرة على إدراك ذلك أمر سهل كان في شن ذاهبا إلى أمل أن تكون كل الكائنات مستنيرة إلى الأبد مثل جثة الثعلب ليست مهولا.
القلب في النيدان سمكين ينسن سامبو قال جنبتشن هيسن العيش بالشكل تكرير روحي وروحي على الرغم من أن الجسم متعب جدر الطريق الخروج من شوان والدخول إلى بن حقا نمت جيدا ليلة دان تيان دافئة الهواء والبحر في درجة حرارة الغرفة أحضر التنبول الأسفل توقف عن الهوس بالغضب إلا الحاجز الأمنية الطقس دائما جميعا مِنْ سَمْ جُدْ يُبْ سُوْ جِنْ فَوْ وَنْ كَمْ دَانْ يُبْ لِينْ فَانْ كَوْ جُوْ سَنْ وَنْ نَا بَكْ شُدْ كِنْ يَنْ يَنْ كَنْ جُوْ نَنْ يِنْ سَوْ دَكْ يِي چَنْ چُنْ جِنْ سَنْ نَوْ سَوْ مَيْ مِيُوْ تِينْ جَنْ كُنْ يُنْ هَنْ مُنْ 乃作先神同离苦海共出迷津狐仙金科玉律真经中